مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا يوم جديد من الحياة اليوم ومتابعة مستمرة لأهم الأخبار مع حضراتكم. هنبتدي بخبر أو بملف الحقيقة اتكلمنا فيه مع حضراتكم بقالنا حوالي يومين، وعلى الرغم من توضيح سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والكلمة والبيان المهم الخاص برئيس مجلس النواب معالي المستشار دكتور حنفي الجبالي، إلا أنه حالة اللغط والإشاعات والأكاذيب موجودة. فعلشان كده النهاردة يعني ردا على كل الكلام ده بقى وسد الباب أمام كل هذه المغالطات والمهاترات، كان في مؤتمر صحفي عالمي الحقيقة مهم جدا 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 في توقيته وفي الكلام اللي اتقال فيه والردود والتوضيح والحضور كمان والمشاركين في هذا المؤتمر. بكلم حضراتكم عن وجود سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكمان كاتب الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي دكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وطبعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد كبير من الصحفيين والمراسلين كمان الأجانب. فالموضوع كان فيه بقى مكشفة كل ما ليه علاقة بقناة السويس، أهمية قناة السويس بالنسبة للمصريين اللي اتبذل فيها والدماء اللي راحت علشان القناة دي تكون موجودة، تاريخ مهم وكبير وأهمية الحفاظ عليه، الحفاظ على قناة السويس ومكتسباتها واللي بنعمله للتطوير، إنه مش هيتم المساس بقناة السويس بأي شكل من الأشكال، مفيش أي كلام خالص عن مسألة البيع وبيع الأصول والأجانب وكل الكلام ده. فعشان كده زي بقول لحضراتكم هنا التوضيح مهم جدا جدا للرأي العام المصري والرد على الأكاذيب اللي بتتقال، يا إما بجهل أو إنه مفيش معلومة واضحة أو إنه افتراء على الدولة المصرية وافتراء على الفكرة اللي اتكلم عنها النهاردة سيادة الفريق أسامة ربيع وقال إن الكلام ده بنفكر فيه من 2019. على كل الأحوال المؤتمر الصحفي النهاردة كان على ضفاف قناة السويس، فطبعا إشارة كمان مهمة، المكان برضو لمغزى ودلالة. رئيس هيئة قناة السويس شدد النهاردة في كلامه على إن السيادة على القناة هتفضل أولا وأخيرا لمصر وللمصريين، وقال ان احنا تابعنا كل ما اتقال حوالين صندوق هيئه قناه السويس، وطبعا اتكلم على ان قناه السويس دي زي بقول لحضراتكم حفرها المصريين من اكتر من 150 سنه واستمر حفرها 10 سنين لغايه لما تم افتتاحها في 1867، وازاي ان اللي اشترك في حفرها ربع الشعب المصري واستشهد منهم أكثر من 120 ألف شخص. فبالتالي قناة السويس لها طبيعة وخصوصية في قلب وجدان كل المصريين، وعشان كده رئيس هيئة قناة السويس النهاردة سيادة الفريق أسامة ربيع اتكلم ووضح كل هذه الأمور. إيه الهدف من صندوق قناة السويس؟ ليه بنعمله؟ هل الأجانب هيكون مسموح لهم بالتواجد؟ طيب السلطة المصرية أو السيادة المصرية على قناة السويس إزاي هتكون مصانة؟ الحقيقة إحنا هنتابع كل اللي اتقال النهاردة في المؤتمر الصحفي وكلمة سيادة الفريق أسامة ربيع وكمان الكاتب الصحفي أستاذ دكتور أسامة رشوان وكاتب الصحفي أستاذ كرم جبر. لكن الحقيقة خلونا الأول نبتدي بمداخلة وتليفون مهم من سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس معانا على التليفون. برحب بحضرتك معانا سيادة الفريق، مساء الخير. أهلا يا فندم، مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهمية المؤتمر الصحفي النهاردة وإنه في أقل من 48 ساعة بنتكلم الحالة اللي إحنا عشناها وشفناها والأكاذيب، إزاي تم التفكير في هذا المؤتمر وتوضيح كل ما ليه علاقة بقى بالرد على كل هذه المهاترات سيادة الفريق؟ احيانا بقى لنا دلوقتي حوالي 48 ساعه من ساعه ما كنا في مجلس النواب ومقر القرار مبدئي يعني او من حيث المبدا، ومن بعديها واحنا في جدل وقنوات كتير ومحطات كتير بتتكلم على بيع قناه السويس واصول قناه السويس وعدم السياده المصريه حتى في اجانب. ايوه، ان سياده الرئيس قال لا نطلع نتكلم مع الناس ونشرح لهم الموضوع بالكامل ونتكلم معاهم ونسمع اسئلتهم ونجاوب ونفند كل الموضوعات اللي اتقالت ونشرحها بشفافيه قدام العالم كله. فده اللي حصل النهارده في اللقاء الصحفي طبعا اللي حضره الاستاذ ضياء رشوان والاستاذ كرم جاب، ان احنا
ايه اللي كنا عايزين نقوله بقى؟ ايه رسالتنا من المؤتمر؟ اتفضل يا فندم. كنا بنقول القرار بتاع الصندوق او اهميه الصندوق او ليه احنا بنعمل الصندوق، هم حاجتين اساسيتين فيه. اولا الاستثمارات الدائمه والاقتصاديه لقناه السويس لان بتعمل مشاريع عملاقه كبيره، والحاجه الثانيه لمجابهه اي ظروف او طارئ القاهره نتيجه طبعا احنا شايفين العالم كله فيه ايه؟ برضه نبقى احنا جاهزين لاي ظروف طارئه. وحدث ست يمكن انا كنت شبهت في المثل اللي حصل بالذات ايفر جيفن، القناه اللي فضلت مقفوله ست ايام، وكان اكثر الخبراء في الانقاذ تفاؤلا كان بيقول تاخد 3 شهور ل6 شهور. صحيح. وقلنا احنا طب احنا لو قعدنا 3 شهور فعلا طب هنصرف على قناه السويس منين؟ يبقى هبقى عبء على الدوله بدل ما انا ادعم الدوله. وقلنا لو بقى في صندوق، ده كانت فلسفه سياده الرئيس، ازاي انت ما معكش فلوس في هيئه كبيره زي كده؟ ما بقاش في فلوس على جنب لظروف طارئه. دي كانت بدايه الموضوع يعني. وبعد كده واستعمل القصه انها تبقى صندوق ويبقى ممكن يبقى فيه استثمار ويبقى فيه قيمه مضافه لقناه السويس وعائدات قناه السويس. وهم نفسهم الناس دي كلها كانت بتتكلم قبل كده، انتوا سايبين قناه السويس ليه من غير مشاريع؟ ليه قناه السويس بتعتمد بس على المجرى الملاحي والسفن اللي بتعبر؟ فين المشاريع اللي اضافها قناه السويس؟ موقع زي ده جغرافي ومكان زي ده ازاي بقى؟ فاحنا بنعمل هم اللي كانوا بيقولوا عليه وبيسالوا عليه. فالحمد لله احنا ان شاء الله ننجح في المشروع فده الهدف من القناه. طب نوضح اكتر لا اتفضل يا فندم كمل حضرتك. طبعا لا هو احنا يعني كنت عايز اقول برضو ان موضوع ان قناه السويس قناه مصريه ملك الشعب، والكلام ده محدد في الدستور مش كلامنا احنا، ولا نستطيع ولا نقدر ان نمس سياده قناه السويس باي مشروع ممكن ياثر عليها، ولا حد يستطيع يمس حبه رمل من قناه السويس ولا نقطه مياه من قناه السويس. احنا زي ما حضرتك قلتي اتحفرت 152 سنه واستشهد 120,000 واحد، ربع الشعب المصري كان مشترك في المشروع دوت، بعد كده اتأمنت سنه 56 بعد كان الخير بيروح لغيرنا اصبح الخير على، ودخلنا حروب كثيره جدا عشان نفضل محافظين على السياده المصريه على قناه السويس وسينا. يعني كل الحروب اللي تمت بعد 56 كلها عشان الحفاظ على السياده. فازاي احنا دلوقتي هنيجي نقول مش هيبقى في سياده على قناه السويس، او ان في بيع اصول لقناه السويس، او في تصرف في قناه السويس او في اصولها؟ الكلام طبعا خالي من الصحه تماما، مفيش اي اقتراب لقناه السويس ولا اصول قناه السويس. انا بقى ده اللي كنت عايز اسال فيه، بس يعني بشكل برضو مبسط اكتر للمشاهد العادي اللي بيسمع كلام وتفسيرات وما الى اخره. الصندوق ده هيتعمل بايه؟ الفلوس دي اخبارها ايه؟ طيب المستثمرين الاجانب لو دخلوا هيبقى باي انصبه؟ طبيعه المشروعات، السياده على القناه؟ اتفضل يا معلم. تمام. يعني نتكلم على الفلوس الاول اللي هي بتاعه هيئه قناه السويس. هيئه قناه السويس كهيئه مستقله ليها ميزانيه بتتعمل في السنه الماليه، وبتراجع مع وزاره الماليه ثم مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم بتروح على مجلس النواب بتناقش في الموازنه، وبعد كده بتصدى عليها من مجلس النواب. تمام يا فندم. الميزانيه دي فيها ايه بقى؟ فيها جزء بتاع الدوله اللي بتاخده اللي هو الفائض والاتاوات والضرائب. ده المبلغ الاكبر من دخل قناه السويس، وبيتحدد فيها برضو الميزانيه الاستثماريه لقناه السويس والمشروعات اللي بتتعمل في قناه السويس، وبعد كده ميزانيه التشغيل والاجور والوقود والمرتبات كل الحاجات اللي هي الاخرى دي. احنا بقى من ناحيه الجزء اللي بتاع الدوله اللي متخصص من اول السنه الماليه انا لن اقترب منه، ده بالعكس ده بيزيد كل سنه مش بيقل، نظرا ان قناه السويس برضه العائد بتاعها بيزيد، وبالتالي احنا بنتمشى مع العائد الدولي والدوله بتاخد برضه زياده في الميزانيه بتاعه الدوله، لا يمكن اقترب منه خالص. نيجي بقى طب هنكون منين؟ الجزء اللي بيتبقى لنا احنا بقى اللي احنا بنتصرف فيه، وبنتصرف فيه في حدود الميزانيه برضه مش بنتصرف فيه بدماغنا، يعني محطوط للمشاريع الاستثماريه دي ما بنعرفش منها برضه، بنعمل مشاريع استثماريه زي القطاع الجنوبي اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، زي التوسعات اللي بتحصل في قناه السويس، بيتبقى الجزء اللي هو بتاع التشغيل والوقود بيبقى منه في اخر السنه جزء او فلوس فائضه المفروض انها ترجع تاني لوزاره الماليه. تقدر اسال لا الفلوس الزائده دي غير ما نمس اي مشروع او مشروعات استثماريه او تشغيل نجنبها للظروف القاهره والطارئه اللي ممكن تحصل في قناه السويس، وممكن بعد كده نعمل منها كمان مشاريع عملاقه او مشاريع تخدم وتبقى قيمه مضافه لقناه السويس ولمصر كمان. جينا عملنا المشاريع يا فندم، استثمارات اجنبيه هتبقى التقسيم عامله ازاي؟ لا احنا مش بنقول استثمارات اجنبيه، احنا بنقول احنا هنعرض مشروع ممكن يبقى فيه لينا شراكه معانا، لكن الشراكات كلها هتبقى بنسب اقل من نسب هيئه قناه السويس. ودي احنا عاملينها على فكره مش جديده، يعني احنا عاملين مع شركه التحدي للقرارات احنا بنسبه 51% والشركه بنسبه 49%، بحيث يبقى مجلس الاداره حتى عدد الاعضاء مجلس الاداره من قناه السويس اكثر من المجلس الثاني، وبالتالي بقينا السيطره على الموضوع والاداره النسبه الاكبر، محدش يقدر اكبر ومحدش يقدر يفرض علينا ارادته او يفرض علينا اي، فاحنا ما نقلقش من الحته دي خالص وحريصين عليها جدا،
ونحافظ عليها، وهنفضل محافظين عليها ونطمن الشعب المصري محافظين على قناه السويس وعلى دخل قناه السويس وعلى الاصول بتاع قناه السويس، لن يمسها اي شيء. طيب غير بقى. انا اسفه برضو نقطه تانية للتوضيح، يعني هنا بنتكلم في الاستثمارات والشراكه، الجزئيه اللي كانت عامله جدل واتكلموا فيها كتير بقى اللي هي البيع التاجير، كلمه البيع المصطلح ده برضو تفسيره يا فندم. اتفضل. تمام يا فندم. هو في القانون في ان للصندوق الحق انه ياجر او يبيع او يشارك في اصول الصندوق. هم حوروها قالوا اصول الهيئه، الكلام ده مش مظبوط. طب معلش بالمره برضو موجود. الاصول دي بتشمل ايه؟ الاصول دي هتبقى تشمل اصول الصندوق نفسه، يعني نفرض ان احنا في الصندوق ده لما اكتمل واتعمل، طبعا ما بنعملش قانون دلوقتي عشان دلوقتي القانون ده هيستمر على طول، وبدانا نشتري في اصول للصندوق مش للهيئه، واصبحت الاصول دي ممكن تتباع، يعني مثلا لو اشترينا ارض اتبنت عليها عمارات سكنيه هنبيع العمارات. اصول الصندوق مش اصول الهيئه، وليست اصول الهيئه، ولن نقترب من الهيئه ولا اصول الهيئه ولا شركاتنا. فمسألة بقى بيع أو تأجير ده أصول الصندوق مش أصول الهيئة. الصندوق واضحة جدا في القانون، يعني واضحة جدا للقانون. طيب الرأي العام العالمي، يعني طبعا مخاطبة النهارده الرأي العام المصري والصحفيين والمراسلين الأجانب. أيوه. يعني الجزئية، أيوه يا سيادة الفريق، الجزئية دي إن يكون المؤتمر ليه صبغة عالمية، يعني برضو توضيح ده وأهميته كمان. طبعا احنا كنا نحب نوضح المواضيع دي كلها للمصريين وللمهتمين بقناه السويس، ودول كثر يعني في العالم كله، واحنا شفنا حادثه ايفر ليفن ازاي قناه السويس كانت هي محط الانظار الحادثه دي للعالم كله، فبالتالي العالم كله مهتم بقناه السويس وهي البديل الاول ليهم في التجاره، وبالتالي كان لازم نخاطبهم برضه، احنا ما نخاطبش نفسنا بس ما نتكلمش مع بعض، فكنا جبنا المراسلين برضه الاجانب عشان نشرح القصه دي، ان قناه السويس لن تمس ولن تباع ولن تستأجر ولا اصولها لن يمسها اي سوء. ست الفريق، ايه الخطوه الجايه بقى بعد المؤتمر الصحفي اللي حصل النهارده؟ اعتقد بقى ان احنا كده قفلنا كل الجدل وكل المناقشات وخطينا كل الاسئله، يعني احنا النهارده سيبنا الناس تسال زي ما عايز، كل مراسل كان بيسال بثلاث اسئله. واحجبناش اي سؤال ومش ما جاوبناش على اي سؤال، جاوبنا على كل الاسئله ما قلناش حاجه تعالى. فاصبح بقى الموضوع كفايه كده الجدل في الموضوع ده، نخش بقى الخطوه اللي بعديها ان شاء الله المجلس النواب يقر القانون ويبدا يتعمل الصندوق، يتشكل له مجلس اداره. مجلس اداره هيبقى فيه كمان خبراء من خارج هيئه قناه السويس، يعني مش احنا كنا مسيطرين على بس، وفي مراقبه ماليه من الجهاز المركزي للمحاسبات. الخبراء دول هيبقوا اقتصاديين واستثماريين وقانونيين، اللي هم من خارج قناه السويس، اعضاء من خارج قناه السويس. هيشرف عليه طبعا رئاسه الوزراء وهيبقى مراقب ماليا من الجهاز المركزي. تمام يا فندم، كل الشكر لحضرتك، ونتمنى فعلا ان الباب يكون اتقفل بقى بالتوضيح وكل الكلام والمعلومات اللي اتقالت النهارده من خلال المؤتمر الصحفي للرد على الاستفسارات او حاله الجدل والاكاذيب اللي اتقالت على مدار الفتره اللي فاتت. سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، كل التحيه والتقدير لحضرتك يا فندم. خلونا نتابع بقى تقرير عن اللي حصل النهارده، قناه السويس والمؤتمر الصحفي اللي تم لتوضيح ما له علاقه طبعا بالصندوق الخاص بالهيئه. نتابع. بمبنى المارينا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، نظمت هيئة قناة السويس مؤتمرا صحفيا لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022 وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة. احنا عدد السفن السنة دي الحمد لله 23800 سفينة، السنة اللي فاتت كان 20600 سفينة، بزيادة حوالي 15.3%. ده اللي بنصبه ليه دايما، ان في زيادات في قناه السويس وزيادات في عائد قناه السويس وزيادات في الدخل، ونبقى احنا دايما محطه انظار العالم كله ان مفيش بديل لقناه السويس. كما تم خلال المؤتمر الاجابه عن كافه التساؤلات المتعلقه بمشروع قانون صندوق هيئه قناه السويس، والتاكيد على ان القانون لن يسمح بوجود اجانب لهم سيطره او سياده بقناه السويس، وستظل تحت السياده المصريه. معروف ومؤكد بالنسبه لي على الاقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد، فما بالك بهذه الأرض وهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب المصري، سواء من أبناء القوات المسلحة من الضباط أو الضباط الصف أو الجنود. مصر حقيقة بتتعرض لموجات طارية من الشائعات يوم بعد يوم، شائعات كثيرة جدا
وإذا لم يعني يجدوا شيء يبث حواليه شائعة بيتم اختراع شائعة وابتكار شائعة. كما تم استعراض بعض الأرقام التي حققتها قناة السويس من عائدات بلغت نحو 8 مليارات دولار عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار عام 2021 بزيادة بلغت 2 مليار دولار. نروح بقى لمتابعة النشاط الرئاسي النهاردة. النهاردة كان في اجتماع مهم جدا ليه علاقة بالملف الخاص بجهود الدولة المصرية في مجال البحث والاستكشافات اللي بتتم بالنسبة للغاز الطبيعي والبترول. ده كان محور اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع رئيس الوزراء ومع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. الرئيس من خلال الاجتماع وجه بتكثيف الجهود المتعلقة بالبحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة علشان نقدر نحقق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياجات المضافه او الاحتياجات المضافه من الغاز الطبيعي لتلبيه احتياجات السوق المحلي وكمان زياده التصدير لدعم الناتج القومي. وعرض وزير البترول الخطط الاستثماريه الحاليه وكمان المستقبليه لغايه سنه 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، وده بيتم بالاشتراك مع كبريات شركات الطاقه العالميه، وبنتكلم في اجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، وانه من المتوقع طبقا للنتائج الاوليه الحاليه انه يكون نتيجه البحث انه يبقى فيه يعني اكتشافات واعده هتدعم ان شاء الله يا رب الاقتصاد الوطني، وتركز او ترسخ كمان مكانه مصر كمركز اقليمي لانتاج وتداول الطاقه. كمان من خلال الاجتماع وزير البترول عرض تطورات تنفيذ مشروع انتاج السودا اش بالمنطقه الصناعيه في مدينه العالمين الجديده، واللي بتتم بالشراكه ما بين الدوله والقطاع الخاص باجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار. نتابع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول، وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي. وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدا أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج السودا اش بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج السودا اش الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. ومعنا على التليفون للتعليق دكتور رمضان أبو العيلة أستاذ هندسة البترول والطاقة. برحب بحضرتك معنا دكتور رمضان، مساء الخير.
مساء النور يا استاذه لبنى. يا اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا دايما يا دكتور. دكتور رمضان، يعني دايما مع كل اخبار ايجابيه وكلام عن المستقبل واكتشافات جديده، يعني طبعا بنكون سعداء ان احنا نفهم مع حضرتك الملف ده، يعني مع ترسمنا الحدود مع قبرص اليونان، ومؤخرا رسمنا الحدود مع ليبيا، ازاي ده بينعكس بقى على الشغل خاصه في البحر المتوسط خلينا اقول، والاكتشافات الجديده الواعده باذن الله. والبحر الأحمر إن شاء الله بعد ترسيم حدودنا مع السعودية إن شاء الله. الحقيقة أستاذة لمنى، رؤيتي لجهود الدولة فيما يتعلق بالتنقيب والاستكشاف تأتي من خلال التحقق من نتائج تلك الجهود خلال الثمانية أعوام الماضية، حيث حقق خلالها قطاع البترول طفرة غير مسبوقة تم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. يمكن أن نوضح دلالات ذلك من خلال الإشارة لثلاث مشاهد مرتبطة بثلاث فترات متتالية. المشهد الأول خلال عام 2010 كان الاحتياطي الاستراتيجي المصري من النقد الأجنبي حوالي 36 مليار دولار. المشهد الثاني خلال عام 2013 كانت فاتورة استيراد المشتقات البترولية 1.3 مليار دولار شهريا، أي حوالي 15.6 مليار دولار سنويا. ومن ثم انخفض وتآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى حوالي 13.4 مليار دولار، وتحديدا في مارس 2013. ده كان بيشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد المصري إلى وضع كارثي، حيث كانت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي وحده 2.5 مليار دولار. المشهد الثالث خلال الثمانيات سنوات الأخيرة وحتى الآن، وبالرغم من تضاعف استهلاكنا فقد أصبحت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي صفر، بل وقمنا بتصدير ما قيمته حوالي 8 مليار دولار خلال العام السابق. الحقيقة المشاهد السابقة اللي أنا لخصتها هي ملخص لقصة نجاح بدأت بالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر عام 2015، وحينها أعلن رئيس شركة إيمي نصا إن اكتشاف الشركة لأكبر حقل غاز طبيعي في شرق المتوسط قبالة الساحل المصري من شأنه أن يغير قواعد اللعبة لمصر وفقا لمفاهيم استقرار الطاقة. هذا الإعلان الحقيقة كان له معاني كثيرة لم نفهمها، لأنه حدث بالفعل، لأنه صاحب تحقيق الاكتشافات تحرك سياسي ودبلوماسي موازي للاكتشافات دي. بدأت باجتماعات قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وتكوين نموذج للتعاون الإقليمي الحقيقة حظي باحترام وتقدير المجتمع الدولي، مما شجع شركات البترول منتدى شرق العالمية البحر إلى ضخ منتدى شرق البحر المتوسط بالظبط. تم تتويج بقى الكلام ده بتكوين منتدى غاز الشرق المتوسط، اللي تحول فيما بعد الى منظمة حكومية دولية حرصت الحقيقة الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية على المشاركة فيه كمراقبين، ويحرص طبعا الاتحاد الاوروبي على المشاركة في اجتماعاته. تمام. لما نتكلم كمان على الفرصة دلوقتي، يعني العالم في أزمة طاقة، وأوروبا طبعا وإزاي بتشتكي وإزاي يعني بيتم يعني بشكل أو بآخر ابتزازها بمسألة الغاز والمناوشات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الفرصة المصرية دلوقتي لخلق أسواق جديدة، طبعا إحنا أصلا بنصدر غاز، لكن إنك تزود كمان في الفترة دي مع الأزمة العالمية يا دكتور. الحقيقة سؤال مهم جدا، وحقيقة الأمر إن مصر فعلا لديها فرصة ذهبية لتحقيق انتعاشة في الاقتصاد المصري. دي هتأتي من خلال الاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لقطاع البترول،
لانه مع استمرار المتابعه المستمره واستمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات في العديد من المناطق الوعدة اللي اشار الحقيقه لها التقرير اللي حضراتكم عدتوه، ده بالاضافه الى ما تمتلكه مصر من بنيه تحتيه تتمثل في خطوط الانابيب اللي بتنقل الثروات الغازيه من المياه العميقه لمحطه الاستقبال. كل ده كل ما سبق ادى الى ان الوكالات الدوليه تشيد بجهود مصر في هذا الشان. يعني اكدت بلومبرج ان مصر الشريك الحاسم الحالي لاوروبا في اعقام الازمه الروسيه الاوروبيه. وكاله فيتش اكدت انه رغم المخاطر التي تواجه اسواق الغاز العالميه والاسعار المرتفعه المصاحبه لها تتوقع ان يكون مصر لها دور فعال في تعويض احتياجات الغاز لاوروبا. ده كل ما سبق بقى ادى الى لجوء الاتحاد الاوروبي لتوقيع اتفاقيه لتصدير الغاز المصري الى اوروبا. بيطمع الاتحاد الاوروبي في استيراد حوالي 7 مليار متر مكعب من الغاز. بالفعل اذا تم تشغيل محطتي الاساله في ايدكو اللي تنتج حوالي 7.2 مليون طن ودمياط 4.8 مليون طن بكامل طاقتها، يمكن تصدير تلك الكميه اللي يمكن ان تصل قيمتها الى حوالي، وخدي بال حضرتك من الرقم، 20 مليار دولار. لانه ارتفعت اسعار الغاز الطبيعي بقى بشكل غير مسبوق. صحيح. يعني يا استاذه لبنى، كان الالف متر مكعب من حوالي 14 شهر تحديدا كان سعره 200 دولار. النهارده الالف متر مكعب سعرهم حوالي 3000 دولار. وده طبعا طفره غير مسبوقه، وفي نفس الوقت هي فرصة ذهبية لمصر إذا استطعنا أولا تشييد استهلاك الغاز المصري بشكل أو بآخر، وده طبعا يعني يمكن أن يتم بمشاركة المواطن المصري، بمعنى أنه يعني إحنا بننتج حوالي 62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بنستهلك 62 مليار. قطاع الكهرباء بيستهلك حوالي 60% من هذه القيمة، يعني حوالي 37.2 مليار متر مكعب. القطاع المنزلي اللي هي البيوت والنسبة الأكبر بقى 40%، يعني حوالي 14 مليار متر مكعب. لو احنا قدرنا نوفر في بيوتنا كل مليار متر مكعب بيعمل لي مليار دولار، هيجي يعمل لنا عملة صعبة دولار. بالظبط. فأرجو ان يبقى في افكار غير تقليدية، افكار خارج الصندوق، نشجع الناس اللي توفر في استهلاك، واللي هنوفره هيرجعوا لينا، هيرجع لينا. طب كل ما يكون في طبعا عملة متوفرة، عملة صعبة، وبنتكلم في الاقتصاد، في الأسعار، في الحاجات اللي في المواني، فكلها دايرة مكملة على بعض. طبعا أنا كل الشكر وتحية لحضرتك، لكن طبعا ملف في منتهى الأهمية. مصر حققت فيه يعني قفزة كبيرة ومهولة، إزاي تبني عليها وإزاي تستفيد منها أكتر في الظرف العالمي الصعب ده، فده شيء مهم لفت لي الانتباه دكتور رمضان أبو العيلة، اللي بوجه لي طبعا كل التحية والشكر، أستاذ هندسة البترول والطاقة. النهاردة إن شاء الله الساعة 9 بإذن الله أولى حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم. البرنامج ده هيتذاع إن شاء الله على شاشة أون النهاردة الساعة 9 بالظبط. طبعا شيء جميل وانت بتتكلم على المواهب بالأطفال، الشباب الصغير، إزاي تساعدهم، إزاي مصر ولادة ومصر كبيرة وفيها طاقات وفيها مواهب، إزاي تحط إيدك عليها وإزاي تساعدهم وإزاي طلعهم اكتر ويعني تلقي الضوء والاهتمام عليهم. معانا على التليفون علشان نفهم اكتر عن طبيعة البرنامج وايه اللي بيحصل فيه وازاي تم الاعداد ليه، والولاد دول يعني ازاي اشتغلنا عليهم، ازاي وصلنا لهم. معانا على التليفون كابتن شادي محمد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. برحب بحضرتك معانا كابتن شادي، مساء الخير. مساء الخير يا استاذة لبنى، برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين حضرتك. اهلا وسهلا كابتن شادي. البرنامج وفكرته وشايفه ازاي مهم؟ اتفضل.
طبعا باختصار شديد الولاد عندها طموح كبير جدا بعد ما شافوا نجمنا محمد صلاح بره واللي بيعمله وخير سفير لينا للامانه. طب. وحاجه تشرف لما يوصل للمكانه دي ويبقى وسط نجوم العالم ويرشح لثالث عالم. بنت طموح عند الاسر والاولاد الصغيرين اللي ما نبقاش كلنا محمد صلاح. الدوله اتحركت من خلال سياده الرئيس وسياده وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مع شركه المتحده في مشروع ضخم جدا جدا جدا, جداً لاكتشاف المواهب. كان في مجموعه من اللعيبه المحترمين معانا. مش عايز بقى اقول اسمائهم، هم تم مدربين ومن قبلهم الكابتن محمود سعد. اتحركوا في محافظات كتير جدا في مصر لاكتشاف المواهب، خصوصا في سن صغير اللي هو ال 14 سنه. ده نزلنا فين بقى؟ نوادي، مراكز شباب، قعدنا قد ايه في الجوله دي؟ بص حضرتك ممكن اللي بيظهر، انت عارفه حضرتك اللي ممكن يظهر على الشاشه 10 دقائق مثلا، 10 دقائق دول فيهم مجهود شهور. صحيح. شهور فعلا يعني للأمان. لفينا محافظات مصر كلها، جبنا افضل العناصر، كان في اختبارات، ثم بعد الاختبارات اتجمعت الناس كلها هنا في مركز شباب الجزيره، وكان في متابعه يوم بيوم مع سياده الوزير اشرف صبحي مع الناس المنوط بيها كابتن محمود سعد اللي هو كان بينقل الصوره كامله للمجهودات اللي موجوده. وعدد الاولاد عايز اقول لك العدد ضخم جدا 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 واخذ مجهود شاق، ثم تحول بعد كده اللي احنا نختار المواهب بعنايه اللي هي المتميزه، ومن خلال برنامج. ومن سن كام لك يعني؟ من سن كام؟ هو 14 سنه بقى. 14 سنه 14 سنه. كان في بقى لعيبه جت من الصعيد ومن اسكندريه ومن والله بجد رائع، لان الولاد يقول لك ايه، احنا عايزين نوصل، ده انا حلمي الاهلي، حلم الزمالك، حلم اي نادي، مفيش واسطه، اروح ازاي؟ وبيبقوا رائعين بس محتاجين. استاذه لبنى او لحضرتك، انت يعني انا مبسوط جدا ان انا معاكي الاول وبشرح لك حاجه يعني عشان نوضح للناس. يا جماعه والله ما في حاجه اسمها واسطه في الكوره. حد مش موهوب هتخليه موهوب بالعافيه؟ مستحيل. فلازم نفهم اللي فيه حد. بس اقول لك على حاجه يا كابتن شادي، هو في واسطه انك تشوفه، فاهمني ازاي؟ انك تشوفه، لكن هو مش موهوب مش هيوصل، بس انك تشوفه وتديله الفرصه وبعد كده يثبت نفسه ان هو تمام يكمل او لا. فدي ان الحته دي انك توصل لها وتعمل فيها النقله دي رائع. ده اللي انا بتكلم فيه. وانا للامانه انا صوتي بالنيابه عن الجميع. اتفضل يا كابتن شيخ. اخترنا افضل العناصر لان كلنا كنا بنشارك، كلنا لازم نتفق. يعني هقول لحضرتك على حاجه، لو في حد مثلا جاي مثلا مجامل، حلو؟ المدربين كلها لازم تتفق ده اوكي ولا لا. تمام. فلو حد قال لا فكله بيقول مثلا شايفين لي ده مش موهوب، مفيش حد مش موهوب هتقول له تعالى. ده ثم تحول الامر للمدربين وبقى في منافسه. الولاد عندهم استيعاب كويس جدا لان اللي اخترناهم هم اوريدي راحوا اختبارات. فالاختبارات بيبقى فيها اعداد رهيبه في الانديه، ففي اولاد بيبقوا كويسين المدربين ما بيلحقوش يشوفوهم. طيب نقطة أخيرة، نقطة أخيرة، معلش أنا آسفة على المقاطعة بس عشان الوقت بيضغطوني، معلش. إنه طب تمام، الولاد نجحت تميزت، الخطوة اللي بعد كده يعني إحنا دايما بنقول إيه، المنتخب، طيب النشء الأول، الفريق الصغير، إزاي نكبر، إزاي دول يوصلوا بعد كده، الخطوة اللي بعد كده تبقى إيه بالنسبة لهم؟ الخطوة اللي بعد كده لتوصيات من سيادة الرئيس. ايوه يا فندم. ان لازم يبقى في الموضوع ده يبقى فيه احترافيه اكتر، الولاد دول لازم نحافظ عليهم. ومن خلال كلام سياده الرئيس الوزاره اتحركت ومضت الاولاد الكويسين جدا وهيبتدي دعمهم وتدريبهم ويتوزعوا، هيبقى في مسانده ليهم، اللي ما بيلعبش في نادي هيتوزعوا في نادي بشكل كويس جدا، وهيتعمل اكاديميات واللعيبه دي الهدف منها تخرج بره. الكرة يا استاذه لبنى كرة صناعة. البرازيل قامت على لعبة الكرة بتبيع، بتدخل دخل وبتدخل عملة صعبة. فاحنا بنحولها، وده الهدف اللي الدولة عايزاه، اللي احنا ازاي يبقى عندنا لعيبة محترفة بدل ما نقول محمد صلاح او اتنين لعيبة او تلات لعيبة، ليه ما بيبقاش عندنا 50 او 100 لاعب محترف؟
دي الفكره باختصار. ان شاء الله يا رب كل النجاح والتوفيق، ويعني تبقى بوابه ونافذه كده لشبابنا ولاطفالنا، انه يعني طبعا معظم الولاد بيبقى حلمهم انا عايز العب كوره، بس تلعب ازاي صح ويتم تاهيلك صح والشغل عليك وتوصل ان شاء الله. ده طبعا شيء مهم هيوفره البرنامج، وزي ما بقول لحضراتكم اولى حلقات البرنامج ان شاء الله هتكون النهارده الساعه 9 على شاشه اون. كابتن شادي محمد شكرا جزيلا لحضرتك. قبل ما نطلع فاصل معانا تقرير، خلونا نتابعه مع حضراتكم عن حياه كريمه. دايما متابعتنا مستمره لمبادره حياه كريمه، بنشوف الشغل في المحافظات، المشروعات، نسب الانجاز، ازاي غيرت حياه الناس. وطبعا اهم حاجه بنتكلم على الناس ردود فعلهم، ازاي شايفين المشروعات دي عندهم، ايه اهميتها بالنسبه لهم، طبيعه حياتهم ازاي اتغيرت. خلونا نتابع مع حضراتكم تقرير عن حياه كريمه في اسيوط، ومنه الفاصل وبعده نرجع لحضراتكم. قرية الشامية بمركز ساحل سليم في أسيوط نموذج لمئات القرى التي تولتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع كفاءة بنيتها التحتية وتوفير سبل الحياة الأساسية لقرابة 100,000 مواطن يعيشون في نطاق الوحدة المحلية لقرى الشامية. مبادرة حياة كريمة عامة عندنا في الصعيد هنا حققت حلم احنا يعني كنا صعب نحلم به، حتى من موضوع ان نشوف مستشفى تتبني قدامنا، موضوع ان نشوف طرق اتعملت قدامنا، موضوع ان تتعمل بلاكس تكنولوجيا عندنا، ترعه، غاز طبيعي، صرف. بالنسبه للمستشفى شغاله، في مشاريع كثيره بالنسبه في المشاريع في العوان النقطه والبريد، الحمد لله ترع وكباري وعمدان وجزق وكل حاجه وخربنا كثير. الانتهاء من تطهير وتبطين 63 ترعه بطول 285 كيلو متر كمرحله اولى فقط شكلت اضافه هامه لمزارعي اسيوط، بالاضافه الى مجمع زراعي يقدم كافه الخدمات الزراعيه والبيطريه لاهالي القريه. الحمد لله لما بطنت الترعه دي وصلت ميه الحمد لله. الناس كانت بتروح تدور بتقعد بالليل او اتنين على الترعه ان هي تدور، الوقت بالصلاه على النبي، الميه ترمى فيها رمح من هنا من عندنا هنا وتعدي على الترعه الناحيه الثانيه اللي هناك تملى بالصلاه على النبي عليه. مجمع خدمات، مجمع زراعي، مدارس، وحدات صحيه. بالنسبه للبيوت والمنازل في الارياف هنا حضرتك طبعا بيارات وبتفوت البيارات وتبقى حاجه مش حلوه يعني. فبالنسبة للصرف الصحي فأحسن بكثير من البيارات. مركز ساحل سليم وستة مراكز أخرى بمحافظة أسيوط شملتهم حياة كريمة برعايتها، حيث خصصت لهم 25 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها في مراكز أسيوط السبعة لتحقيق التنمية المستدامة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وفقا لاستراتيجية مصر 2030. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية، بقالنا يومين وزميلي العزيز شردي موجود مع حضراتكم من تنزانيا بيقول لنا كل التفاصيل وكل الكواليس واخر الاستعدادات للي تم النهارده، الاحتفالية الكبيرة الخاصة بسد جوليوس نيريري زي ما حضراتكم عارفين اللي مصر من خلال التحالف الخاص اللي هو شركة المقاولين العرب مع سويدي الكتريك بيقوموا طبعا بالتنفيذ، ومش بس كده لكن كمان بالتعليم ونقل الخبرة للشعب التنزاني. وسمعنا مع دي كتير من التفاصيل لها علاقة بأهمية التعاون وأهمية التواجد المصري، والحقيقة مصر وتواجدها داخل القارة الإفريقية خلال كام سنة اللي فات حصل طبعا قفزة كبيرة وتواجد على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، ما بالكم كمان بالعلاقة مع دول حوض النيل والعلاقة الخاصة مع تنزانيا والتعاون المهم اللي تكلل طبعا بالاحتفالية وبافتتاح السد. عشان كده النهاردة من خلال الاحتفالية دي ومن خلال طبعا حضور رئيس تنزانيا السيدة سامية حسن اللي اتقدمت بالشكر للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي لما تم تقديمه من تعاون لإنجاز مشروع السد. الاحتفالية زي ما قلنا لحضراتكم كانت هي بقى إشارة البدء لمسألة الملء، وإنه
ممكن تعمل سد، والسد يكون للتنمية ولصالح الشعوب، ما يكونش يعني يبقى فيه أي مناوشات أو إنك تجاي لصالح يعني ضد شعب ما. وطبعا حضرتكم عارفين أنا بتكلم على إيه، فده نموذج لأهمية التعاون، وإن الدولة المصرية فاتحة يعني إيديها للجميع وتنقل خبرتها في هذا المجال لدول حوض النيل، دول القارة الإفريقية بشكل عام. المهم إن الاحتفالية النهاردة شارك فيها كمان معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية، ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وكمان كان في وفد حكومي مصري على اعلى مستوى. من خلال الاحتفاليه دي كان في كلمه مهمه لوزير الخارجيه عن اهميه التعاون واللي حصل ما بين مصر وتنزانيا. هنتابع جزء من الكلمه ونرجع لحضراتكم تاني. صاحبات السعادة، السيدة دكتورة سامية سلوكو حسن رئيس جمهورية تنزانيا، السادة الوزراء، الحضور والضيوف، يسعدني أن أعرب عن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئيس وحكومة وشعب تنزانيا بمناسبة هذا الحدث التاريخي لضخ المياه في خزان جوليوس نيريري، مشروع الطاقة الكهرومائية. هذا الحدث الهام يشهد على العلاقات الطويلة والتاريخية بين مصر وتنزانيا، ويقدم مثالا حيا على ما نستطيع تحقيقه لصالح شعوبنا من خلال التعاون المنسق. في ديسمبر من عام 2015 القيادة السياسية التنزانية أطلقت هذا المشروع الطموح بعد 4 سنوات نقل هنا في ريفوجي مع اكتمال 78% من الأعمال لنعلن ضخ المياه في الخزان الرئيسي، وهذا إنجاز نحو اكتمال المشروع وتوليد الكهرباء. أصحاب السعادة، بإجمالي استثمارات 2.9 مليار دولار وقدرة توليد 2000 ميجا وات، يعد مشروع جوليوس ناريري أحد أكثر المشروعات الطموحة في مجال الطاقة في قارتنا، وسيسهم بفاعلية في تطوير تنزانيا، وسيكون له أثر ملحوظ على حياة الأشقاء والشقيقات في تنزانيا. With a total Tanzanian investment of $2.9 billion. نتعاون كدولتين في هذا المشروع الهام الذي يبنى بفخر بأيدي مصرية وتنزانية، مما يعكس التزام مصر بتنمية دول حوض النيل، ويثبت أن التعاون بين دول حوض النيل ممكنا مع وجود الإرادة السياسية. أصحاب السعادة، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا تقدما على مدار السنوات الماضية بفضل الرؤية المشتركة بين الرئيس السيسي والرئيسة دكتورة سامية سلوكو حسن. يثبت هذا المشروع تعاوننا ويظل دليلا على العلاقات المصرية التنزانية، ونحن ملتزمون بالانتهاء من المشروع بما يتفق مع الالتزام السياسي من القادة من الجانبين، بحيث تتمكن تنزانيا من جمع ثمار هذا الاستثمار الكبير في هذا المشروع الهام. نموذج للتعاون والتكامل، وانك تقدم الخير للشعب التنزاني، وانك تكون ايديك مفتوحه للقاره الافريقيه، والربط ما بين الدول مش بس على المستوى السياسي، على مستوى المصالح الاقتصاديه والتعاون، ده اللي بياكد اكتر بيوثق اكتر طبيعه العلاقات على المستوى السياسي، الاثنين بيكملوا بعض. فطبعا نموذج للشراكه وفتح الباب اكتر كمان امام الشركات المصريه مع الدعم الحكومي. صحيح الشركات المصريه ومنها بقولي العرب ليها باع طويل وخبره في القاره الافريقيه، لكن مع الدعم الحكومي والدعم الرسمي بيبقى الباب مفتوح اكبر واكتر، ويبقى فيه فرص للاستثمار وفرص للشراكه والتعاون مع شعوب القاره. زي ما كنت بقول لحضراتكم، زميلي العزيز شردي بيتابع كل التفاصيل من تنزانيا، والاحتفاليه النهارده كانت فرصه لعدد من اللقاءات اللي قام بيها. شردي بعد الفاصل ان شاء الله هيكون في لقاءين هنتابعهم مع حضراتكم، لقاء مع وزير الطاقه التنزاني، ولقاء ثاني مع وزير الاسكان دكتور عاصم الجزار. فاصل ونرجع لحضراتكم ونتابع لقاءات شردي من تنزانيا. اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الخاص جدا بنا من تنزانيا. النهارده هيكون معايا وزير الطاقة التنزاني. يعني عايز اقول لكم ان معالي وزير الطاقة اختار ان يكون معنا في هذا التسجيل لقناة الحياة، وهو بشكل حصري للغاية. منستر
January Makamba. It's a pleasure to see you. Thank you very much for شكرا جزيلا على منحنا هذه المقابلة. شكرا جزيلا سيد محمد. سعيد ايضا مثلك. دعني ابدأ بالسؤال عن مشاعرك وبعد 3 سنوات وانت هنا الان لهذا الحدث الكبير غدا. اشعر حقيقة بسعادة غامرة وبإثارة كبيرة. انها خطوة فارقة هنا في تنزانيا ان نشعر بوجود هذا الخزان وهذا السد. ومن خلال هذه المدة مع شركائنا وايضا واصدقائنا من مصر هو شعور جميل نشعر به في هذه اللحظات الفارقة. انت سعيد ان مصر كيف تشعر بالسعادة والمصريين ايضا ان يعملون معا لانجاز هذا الحلم في تنزانيا؟ هذه احد اكبر المشروعات على الاطلاق في تنزانيا وهي تعبير عن طموحاتنا وامالنا وهي ايضا رمزا تعد رمزا للتعاون تجلي التعاون ما بين تنزانيا ومصر. نحن كتنزانيين نثق ثقة تامة في الشركات المصرية ان تفعل هذا المشروع الكبير بشكل سريع. ولكن فان ايضا نحن نتحدث الاشياء تتحدث عن نفسها. قمنا بهذا المشروع وبجودة عالية وقدرات عالية. نحن سعداء وايضا لدينا طموحات كبيرة ومتفائلين. العديد من الاراء حول العالم تتعلق بكيف سيستطيع ويستخدم التنزانيون حصاد ونتائج هذا المشروع ونتائجه على الاقتصاد. اقتصاد نتائجه كبيرة على الاقتصاد. الطاقة والكهرباء لدينا 1.7 جيجا وات من وهذه قدرات 1700 ميجا وات. هذا المشروع يعطينا أكثر مما نخزنه لدينا الآن وهو أكثر مما لدينا في تنزانيا الآن. هذا مشروع ضخم ويضاعف من قدراتنا في الكهرباء. هذه الكهرباء والتواصل. ولدينا طموحات أن ندعم الصناعة. لا يمكن للصناعة أن تتقدم دون طاقة. ومن ثم نحن مرتبطين أيضا بجوال جنوب إفريقيا ودول شرق إفريقيا أيضا. إذن هناك شبكة كهربائية. نعم في إحداث وشبكة في سواء في جنوب إفريقيا أو في شرق إفريقيا. هذه القدرات الكهربائية لا تستخدم فقط في تنزانيا ولكن في زامبيا وفي ملاوي وفي بوتسوانا وفي زيمبابوي وفي جنوب إفريقيا قادرون على تصدير هذه الكهرباء. من الأشياء الجميلة أن تقرر وأن تصر على بناء هذا السد وكان حلما طويلا منذ الستينات. نعم منذ الآباء المؤسسين وأصبح الآن حقيقة بعد 60 عاما. ونعم ومع المصريين تحقق الحلم مع المصريين. نعم نعم وفي مصر كان حلم التعاون إفريقيا منذ الرئيس جمال عبد الناصر وقمنا بتسمية أيضا يوليوس نيريري باسم الرئيس التنزاني أبان عهد جمال عبد الناصر. تحدث فخامة الرئيسة عن أيضا التدريب معا يدا إلى يد وجنبا إلى جنب مع المصريين. وهناك الآلاف من التنزانيين يعملون ويبنون بأنفسهم. نعم الغالبية لدينا أكثر من 2000 من التنزانيين هنا. غالبيتهم تنزانيين وربما 11,000 من 20,000 تنزانيا. وبالتالي آخر سد تم بنائه كان منذ 40 عاما مضت. ومن ثم نرى الأجيال القادمة والمهندسين الذين لم يشهدوا عمليات البناء لمشروعات كبيرة مثل هذا المشروع وهو هام جدا لتنزانيا. وأيضا أجيال جديدة ومن المهندسين الذين أصبحوا الآن على قدر كبير من المعرفة وقدرات ومهارات لتفعيل مثل هذه المشروعات. سعداء
بهذا المستوى، وهذا ترك أثرا كبيرا على تدريب المهندسين والفنيين في تنزانيا من جانب إخواننا المصريين. منذ أن انتهينا من هذه المرحلة الثانية أصبح يعود المجرى مرة ثانية طبيعيا، ما هو أثره على المنطقة المحيطة بنا الآن ومن أجل الطرق التي سيتم شقها والقرى التي ما هو التأثير الذي والهدف الذي أهداف هذا المشروع؟ ليس فقط يتوقف على مشروعات توليد الطاقة ولكن على مجال الزراعة كذلك، لأن السد يساعدنا في السيطرة أيضا على الزراعة وتنظيم عمليات تدفق والمياه والري بصورة منتظمة. وهناك الكميات الكبيرة من الأراضي، ربما أكثر من 4000 إكر أو فدان يمكن ريهم من خلال هذا السد، وسنقوم بتنفيذ هذه المشروعات الزراعية. هذه فائدة كبيرة جدا لهذا المشروع، وأيضا منع أيضا الفيضانات، وهناك أيضا المزارع السمكية أيضا. إذن ستكون هناك نتائج كبيرة. نعم، هذه فرصة كبيرة للمزارع السمكية لأنها ضخمة هنا، وبالتالي سنقوم بتفعيل ذلك. هناك أيضا هو مشروع بنية تحتية كبيرة، الكثير من الطرق والكباري والجسور الكبرى التي سيتم إنشاؤها والتي ستغطي كافة أجزاء تنزانية. نعم، هذا نعم قام تنفيذه أيضا تحالف مع المقاولون العرب. هذا هو ثاني جسر وكبري يعطينا أكثر من 2000 ربما من الطرق في تنزانيا الآن، وهذا مشروع إنشاء كبير ومنشآت كبيرة. هناك أيضا مشروعات خدمات المياه، لأن هناك أحد أكبر المدن في الكبرى في تنزانيا، وبحلول 2030 هناك مطالب كبيرة للمياه، وستكون هناك قدرة على دار السلام، إمداد دار السلام بالمياه. نحن نصارع مع هذا السد من أجل أن نقدم هذه المياه إلى مدينة دار السلام بكميات كبيرة. السياحة أيضا، ومن ثم يمكن وفي منتصف ربما قيمة هذه القيمة ستزيد من قيمة تنزانيا، وأيضا من خلال العقارات وتنمية الفنادق أيضا، وأيضا الإبحار والأسماء، كل ذلك يعود بأثره على الاقتصاد. نعم، أنا أتحدث عن أثره على هذه إذن يتخطى توليد الكهرباء. تحدثني عن البيئة، الناس تتحدث بأن هناك دراسات حول أيضا البحيرات واتخاذ وزيادة ربما قيمة البيئة هنا. بالتأكيد عندما يكون لديك قدرات وإتاحة لهذه المصادر من المياه، كل ذلك يساعد على خلق بيئة رائعة، بيئة جديدة، وبالتالي نفكر أن نرى الكثير من هذه مع هذا السد ومع البحيرات الموجودة الآن، وبالتالي توفير أيضا من الأمطار تعد ذلك بديلا هاما هذه البحيرات. عندما تجلس مع نظرائك المصريين والوزير أو الوزراء وترى هؤلاء أيضا التحالفات والإدارة على المستوى الكبرى الكبير، ماذا عن العلاقة معهم الآن؟ دعني أقول أن هذا الأثر وعلى هذا المشروع الكبير ترك أثرا إيجابيا على الجميع. إنها شراكة حقيقية نمت ما بيننا، ونقول عندما تقوم بتناول أيضا الشاي على وبالتالي يساعدوننا ونتعامل بشكل بسيط،
والأمور واضحة وجلية، لأن هناك رئيسان، الرئيس السيسي والرئيس سامية حسن، يعطون توجيهاتهم بأن يتم هذا المشروع. لا تأتوا لنا وتصدروا لنا التحديات والمشكلات، دائما هناك توجيهات، ونحن أيضا لدينا هذه الرؤية لدى الرئيسين التي تلهمنا وتعطينا الإلهام نحو نجاح هذا المشروع. الجميع يعمل، وربما المشكلات التي ظهرت وواجهناها كنا نجلس سويا للتغلب عليها، ولم توقفنا أي مشكلة على الإطلاق. نحن نتقدم وهناك العديد من الشروعات الإنشائية والتعاقدية. نعم، أنت تحدثت عن الرئيس السيسي، ماذا تفكر عندما قال الرئيس السيسي وأصر على أن الشركات المصرية ستعمل وتنفذ هذا المشروع في وقت قصير جدا؟ كل التحالفات وكل الشركات قالت من 6 إلى 9 سنوات. نعم، كان حاسما وشجاعا وجسورا في قراره، ولأنه هو يحبنا ويحب إفريقيا ويحب تنزانيا، ومن ثم كان قراره غير من مجرى وسير العمل، وبالتالي لا أجازات على الإطلاق، لا نهاية أسبوع، العمل طوال 7 أيام على مدار 24 ساعة. ستلتقي أيضا مع رئيس تنزانيا، والآن الخطوة ربما قبل الأخيرة، هذه الخطوة الثانية ولا عودة إلى أي خطوة من الآن، وبالتالي التقدم حتى نرى النهاية المشروع. ما هو شعورك وأنت تقترب من انتهاء المشروع؟ أنا متفائل جدا، والرئيسة متفائلة وسعيدة بهذا الإنجاز الكبير، ووفرت كل الموارد من جانب الحكومة لكي يكون هذا المشروع. إن نفذنا هذا المشروع لأنفسنا، كان علينا تقديم الكثير والكثير، وكنا سنؤجل المزيد والمزيد من الأشياء، ومن ثم كان له تأثير كبير على الاقتصاد وعلى تنزانيا، ربما لتقديم الأموال والاستثمارات. نعم، الحكومة، وكانت هناك خيارات عديدة، هل نؤجل أم هذا المشروع أم نلجأ إلى طرق أخرى؟ وبالتالي قمنا بوضع المشروع كأولوية أولى، وكانت له أهمية قصوى، وأيضا لسريانه وتنفيذه. وهذا القرار يجب أن نستمر لتنفيذ هذه القرارات، وبمجرد تنفيذ الخطوة الأولى اتجهنا سريعا نحو تنفيذ الخطوة التالية. أعتقد أنها سعيدة بهذا المشروع وباتخاذ القرار أن يكون مشروعا أوليا. وماذا عن مشاعر الناس وعن تأثيري؟ أنت تحدثت معي وقلت أن هناك أولوية على هذه المشروعات الكبرى، ميجا بروجكت، ليس فقط لإفريقيا، هو أحد أكبر المشروعات في الكبرى في العالم أيضا. لكي يكون أولوية أولى كانت هناك أشياء، هل يتفهم الناس هنا؟ هل كانوا يتوقعون هذه النتائج وهذه الطاقة وهذه اللحظة الفاصلة والحاسمة؟ نعم، الناس لديها آمال كبيرة، وتحدثنا مع الناس من خلال الحكومة عن أهمية تنفيذ هذا المشروع، وكيف يمكن أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد وتطوير الاقتصاد، وبالتالي وأيضا الاعتماد على الطاقة، وهي أساس نجاح المشروع، استقرارها أمر هام جدا. وكنا نتمنى أن نرى هذا الدعم، ووجدنا هذا الدعم الكبير من الناس التي كانت تأمل وتتوقع. وغدا عندما يجتمع كل التنزانيين ويشاهدوا هذا الحدث الكبير، سيكون أكثر داعم. سعادة الوزير، تتذكر وماذا يشعر البرلمان لهذا المشروع، وكيف يمكن مشاعرهم في البداية؟ في البداية كانت الأمور صعبة، وفي البرلمان والداخلية، وطرح التساؤلات الكثيرة والكثيرة عن جدوى المشروع، وثم
بدأنا في التحدث والتقدم وطلبنا منهم زيارات وهؤلاء الأعضاء البرلمان. كانت الطريقة الأمثل أن نأتي بهم إلى لكي يروا هذا المشروع على أرض الواقع، وبالتالي جئنا بالمزيد من المجموعات منهم، أحضرناهم هنا، وبالتالي هؤلاء الذين يسببون الضوضاء في البرلمان، هؤلاء الأعضاء عندما جاءوا هنا كانوا أكبر دافعا ومؤيدا لهذا المشروع، وبالتالي توقفوا عن هذه الهتافات والشجار في البرلمان وكانوا داعما كبيرا لهذا المشروع داخل البرلمان، وكانت الزيارات عامل ناجح. بالنسبة لنا في مصر، نحن والناس دائما تدعم والحكومة صناع القرار، هو ربما أن نظهر لهم ما يمكن أن نفعله، ما يمكن أن تفعله أبنائنا وشركائنا وشركاتنا، وبهذا التعاون. هذا يقودني لطرح سؤال آخر، ماذا عن التعاون غدا والمستقبل بين مصر وتنزانيا؟ تطور هذا التعاون وأن مصر تعود مرة أخرى إلى إفريقيا، وماذا عن مستقبل هذا التعاون؟ دون شك فإن المهندسين المصريين وقدراتهم ومهاراتهم، هذا حدث كبير، هذا يعكس تلك القدرات وهذا التعاون الكبير. إن الشركات المصرية أيضا التي قامت بتنفيذ هذا المشروع، وتحدثنا عن شركات أخرى وشركات أخرى، ونحن مستعدون وجاهزون، وتعرف طبيعة الأرض والعلاقات أيضا، نتحدث عن مزيد من المشروعات الأخرى ومصنع للكابلات هنا، ومن أجل تقديم للمهندسين والتصدير أيضا للكابلات والمزيد والمزيد من المشروعات الأخرى. ونتمنى أن أفتح هذا المشروع الطريق للشركات المصرية. هل تدعو شركات مصرية أخرى للقدوم هنا؟ بالتأكيد نعم، هناك مجال كبير لإنشاء مشروعات كثيرة، وكنا مشاركين في مؤتمر المناخ في كوب 27، والتقينا فخامة الرئيس السيسي، وقلنا أن تنزانيا مفتوحة للمصريين والشركات المصرية لتأتي هنا، وقد شاهدتم الدولة ولديها موارد طبيعية رائعة ووفرة في الموارد الطبيعية والطبيعة والجمال. أشعر بقصة حب مع هذه الدولة تنزانيا، لم أتوقع أن أرى كل هذا الجمال، وأيضا سأنقل هذه المشاعر وهذا الجمال إلى الناس. الجميع ينتظر لكي يرى هذا التطور وهذه التنمية الكبيرة، لأن الناس أنفسهم أصبحوا مرحبين بأكثر من أي وقت سابق، وبالتالي في سن المدارس في تنزانيا، ماذا تدرسون لهم عن إفريقيا؟ وفي مؤتمر مناخ 27 نتحدث الآن بالكثير من البشر والأفارقة يتطلعون أيضا على العدالة وعن الطاقة. ما هي الرسالة التي ترسلونها وتبعثون بها؟ نعم، تحدثت عن الشباب وعن وفيما يتعلق بالشباب. إفريقيا تنمو بشكل كبير، وهي أكبر قارة في العالم لديها شباب، تتمتع بشباب، ونريد خلق الفرص والوظائف لهؤلاء الشباب لأجل الأفارقة. هؤلاء الأفارقة يحتاجون في كل مكان في إفريقيا من أجل العمل، وبالتالي هناك المزيد والمزيد لتطوير وتنمية الاقتصاد وتوسعة الاستثمارات والتجارة من أجل خلق الفرص لهؤلاء الشباب. إنها فرصة كبيرة لهؤلاء السكان، ولكن من الخطر إن لم نعطي لهم شيئا يفعلونه أو وظيفة. وبالتالي نحن لدينا نعمة كبيرة لشباب الخلاق الذي لديه الطاقة والحيوية والمهارة، وهم منفتحين، يستطيعون العيش في أي مكان، ويتكيفون مع ثقافات عديدة، وينتهزون هذه الفرصة. هذه إفريقيا الموحدة، ومن ثم
نتمنى أن يكون مشروع مثل هذا يعطي فرص كبيرة للتصنيع وخلق الوظائف للشباب، وسيكون أيضا قاعدة أساسية نحو استقرار إفريقيا للتعاون بين الدول الإفريقية. وماذا عن محصلة كوب 27 ومؤتمر المناخ، وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج على الدول الإفريقية وهذه التأثيرات المدمرة نتيجة مؤتمر المناخ، نتيجة المناخ والتغير المناخي؟ نعم، كنت في مصر وتواجدت هناك في البداية، كان مؤتمرا منظما بشكل رائع. تهنئتي للحكومة المصرية وللشعب المصري على هذا التنظيم الرائع. المؤتمر شيء بسيط، 50,000 في مدينة واحدة، كيف تنظمون وتنقلون هؤلاء الناس لحضور الاجتماع وتوفير الجسيات؟ كان إنجازا خياليا. وفيما يتعلق بالقارة، نحن سعداء لأن موقع إفريقيا ومكانتها، وبالتالي هي أخذت البؤرة المنتصف الآن. الرئيس السيسي وفي أثناء مؤتمر المناخ يعرف ذلك جيدا، ويعي ما يحدث في قارة إفريقيا فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية والظروف القاسية والجفاف وما فيضانات. كل هذه كانت النتيجة هي أن يكون هناك مساهمات إجمالية لمنع الانبعاثات الحرارية، وهذا أيضا الفيضانات التي تسح وفي طريقها المدن الإفريقية. يجب أن تكون هناك ظروفا وتمويلا، يجب أن يكون هناك تعويض وتعاون وتمويلات من أجل أن نتمكن للتعامل مع هذه الخسائر التي تحدث لي. وأنتم نجحتم في فعل ذلك، نعم، بطريقة لا تصدق. الدول التي ربما شاركت، كانت هناك تحركات للأمام ومع الأمم الإفريقية والدول الإفريقية. ننظر على مصر الآن وعلى إفريقيا، قارة واحدة، أمة واحدة، صوت واحد يتحدث به أمام العالم. نعم، هذه رسالة مؤتمر المناخ، أن نتحدث بصوت واحد. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، واسمح لي بالنيابة عن الشعب المصري وبالنيابة عن كل وسائل الإعلام والسياسيين أن نهنئكم على هذا الحدث الجميل وهذا الحدث التاريخي الناجح، وهو وعودة النهر إلى أن يسير مرة أخرى من على طبيعته، وخلق الحياة والعيش لصالح شعوب ومواطني وشعب تنزانيا. نشكركم على المشاركة معكم، وشكرا جزيلا، وأنتم مرحبا بكم في تنزانيا. المرة القادمة سأتي للصيد هنا في تنزانيا. شكرا جزيلا لك، وسعدت بهذا اللقاء، شكرا لك. معالي الوزير الدكتور المهندس عاصم الجزار، اولا الف مبروك على هذه الاحتفالية الشعبية. تنزانيا تحتفل احتفال شعبي بإنجاز مصر هي اللي ساعدت فيه وبنته، ألف مبروك. وانطباعك ايه وانت بتتفرج على هذه الفرحة في شعب تنزانيا ورئيس التنزانيا؟ الله يبارك فيك. طبعا يعني انا عايز اقول ان انا سعيد جدا النهاردة، حيث ان بعد حلفان اليمين مباشرة من حوالي 4 سنوات، اول مشروع فخامة الرئيس كلفني بمتابعته واهمية متابعته عن كثب هو مشروع سد جوليوس نيريري للطاقة الهيدرومائية. والحمد لله احتفال الشعب التنزاني بوجود الرئيسة التنزانية وكلمات الشكر والثناء اللي وجهتها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية عن دورها فيما تم انجازه على الارض في المشروع، اعتقد الحمد لله بيطمني شخصيا على ان الواحد كان قد المهمة اللي كلف بيها في بداية توليه. والحمد لله، وان شاء الله نلتقي قريبا عشان الاحتفالية النهائية بتدشين المشروع والانتهاء منه بالكامل بإذن الله. طيب، انا عديته بمراحل كتير جدا في الفترة الماضية، رأيك ايه ان تحالف مصري، شركات مصرية،
ولين العرب والسويدي. انت جيت هنا كم مرة وزرت هذا الموقع كم مرة؟ انا يعني عايز اقول ان خلال الاربع سنوات الماضية انا ما فيش ثلاث شهور عدوا عليا وما جيتش هنا. انا جيت لمشروع السد اكتر من مشروعات عندنا في مصر انا منوط بانشائها شخصيا. من وازع الاهتمام الشخصي لفخامة الرئيس بنقدم تقرير ربع سنوي تفصيلي لفخامة الرئيس على المشروع. أثناء المقابلة مع فخامة الرئيسة عندنا في القاهرة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كلمها سيادته على بعض تفاصيل المشروع، سيادة الرئيسة التنزانية قالت له أنا ما عنديش التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم فيها، دليل على الإلمام الشديد والمتابعة الحثيثة من فخامة الرئيس لكل التفاصيل. طبعا قدومنا هنا والتحديات اللي قابلتنا، احنا قابلتنا تحديات صعبة جدا، حضراتكم بقالكم أكتر من يوم هنا، شفتوا الموقع والغابة اللي احنا شغالين فيها قبل ما يبقى فيها طرق وقبل ما يبقى فيها اي حاجة وقبل ما يبقى فيها اي وسائل للإعاشة. الست شهور الاولى لتجهيز الموقع لاستقبال المهندسين كانت صعبة جدا، فترة كوفيد والاغلاق كانت صعبة جدا 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 في ظل برضو ظروف كانت بتحيط بالدولة التنزانية، والشغل ما توقفش التحالف عامل معسكر عمل دائم هنا بأطقم طبية كاملة كانت بتشرف على اي موضوعات خاصة بالنواحي الطبية. الحمد لله النتيجة اللي احنا وصلناها النهاردة في معدل اعمار انشاء السدود ده معدل قياسي، لما نحطه كمان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية اللي بيمر بيها العالم، لا ده انجاز يعني تفخر ومن حقها الدولة التنزانية تسعد بيه، ومن حقنا احنا نسعد بان احنا بنمد يد العون لأصدقائنا وإخواتنا في القارة الأفريقية عشان مساعدتهم. وأنا بتحدث مع الوزراء التنزانيين الحقيقة كمية الشكر مش بس علشان مشروع الكهرباء، وحضرتك طبعا وزير الإسكان وزير المجتمعات العمرة، يعني أنت بتلمس أن التنمية لما تأتي إلى مكان بتنميه كله. رأيك إيه في تغير الحياة في تنزانيا بسبب هذا السد؟ يمكن احنا واجهتنا من بعض التحديات اللي احنا واجهناها هنا، بعض المنظمات الأممية المعنية بالبيئة كان عندها بعض الاعتبارات لما سيغيره السد من طبيعة الغابة والمنطقة المحمية الطبيعية، ولكن احنا كنا على يقين تام ان التغير اللي هيتم في هذه المنطقة من شأنه مش بس ان هو يدعم حياة المواطنين. احنا الفيضان اللي جه في 2017 في المنطقة دي مات فيه 3000 بني آدم معظمهم من الأطفال. الناس اللي موجودة في هذا الإقليم كان استرزاقها من الحياة والعيش على البيئة، سواء كان في قطع الأشجار واستخدامها في الفحم أو اصطياد الحيوانات والترزق منها، ده كله تأثير بيئي ضار على البيئة. لما نعمل مشروع يضيف للطاقة الكهربائية في دولة تنزانيا ما يساوي تقريبا من 90 ل 95% من حجم الطاقة المنتجة، انت بتنقلهم نقلة تانية خالص، انت بتتيح لهم فرص تنمية اقتصادية في كل المجالات سواء كانت في الصناعة او في الزراعة، لان برضو تحسين تدفق المياه وانتظامها خلف السد وامام السد هيهيئ لهم فرص تنميه كبيره جدا. قالوا لي ان في 40,000 فدان تنتظر الزراعه بسبب ان انت نظمت له وصول الميه، انتظام الميه. طبعا الحياه حتى البيئيه اللي هتتشكل خلف البحيره هتبقى حياه بحريه داعمه، حياه بيئيه داعمه للحياه الطبيعيه الموجوده، فتعود المياه الى هذه المنطقة اللي كانت اساسا بتبقى فيها جفاف جدا او فيضان جدا. بالظبط بالظبط، فترات التحول احنا الفيضان كان بيجي بقدرات عالية جدا 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 تصل 800 متر مكعب في الثانية في بعض الاحيان، ده بيشيل قرى، وفي فترات الجفاف بيصل ل 20 متر مكعب ثانية، وده تغير كبير جدا 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 لا يساعد على انتظام لا أنشطة اقتصادية ولا تواجد بشري. الاستقرار والنمو اللي هيحصل في هذا الإقليم والأقاليم المحيطة هيعزى بشكل كبير جدا لحجم التنمية اللي تمت في هذا السد. بيقولوا والشعار اللي مطلعينه بسبب هذه الاحتفالية ده الجزء الثاني، يعني ده نهاية المرحلة الثانية، خلاص احنا كده السد شغال والمية بتعدي من تحت منه، ولكن هم بيقولوا أمتين بحلم واحد. هم
بصين لمصر على انها كانت بتحلم زيهم بهذا السد. وصلت لهم الشعور ده ازاي؟ هقول لسيادتك. يعني انا اللي مستغرب له ان هم مبسوطين لينا، ويعني اللي هو احنا حققنا حلم. هقول لحضرتك، احنا واحنا بنتكلم مع اخواتنا في تنزانيا قلنا لهم احنا في ستينات القرن الماضي استعنا بالروس عشان يبنوا لنا السد العالي. بعد حوالي 65 سنة احنا بنساعدكم في ان انتوا تبنوا سد. انتوا كدولة تنزانية مش هتحتاجوا 60 سنة اخرى عشان تساعدوا دول افريقية اخرى في بناء مشروعات عملاقة زي دي. التجربة بتتنقل من دولة الى دولة ومن اخ الى اخوه. لما احنا بنستعين ببعض وبنكبر قدراتنا والفنية وطاقاتنا اللي بنقدر نساعد بيها بعضنا، بيقدر الخير يعم بشكل أسرع على الأمم. التجربة اللي هم خدوها وتراكم المعرفة اللي تم، زي ما أنت حضرتك سمعت النهاردة حجم العمالة اللي كان 12,000 بني آدم من تنزانيا اتدربوا على إيد الخبراء المصريين، وكانوا وكان ولازال بعض السادة المهندسين بييجوا عندنا في مصر في المقاولين العرب وفي السويدي وبياخدوا دورات تدريبيه لرفع الكفاءه ورفع المهارات. كل ده بينعكس بالايجاب على المجتمع. فهم حسوا ان احنا بننقل لهم حلمنا اللي عملناه في السد العالي، لان احنا كان عندنا هذا الحلم وبننقله لهم هنا وبنحققه احنا معاهم مش بايد حد تاني غريب عن القاره الافريقيه. وبنقول لهم ان احنا احد اهدافنا بقى ان انتوا تنتشروا داخل القاره اسرع من الوقت اللي احنا خدناه عشان نيجي نساعدكم. وده كان من ضمن الاسئله بتاعتي ايضا، وهم استعجاب بتاع الوزير. الحقيقه انا سالت وزير الطاقه بقول له انت كنت متوقع؟ يعني احنا ما بنعملش كده، ده احنا فزنا في مناقصه دوليه ضد شركات دوليه، ويعني هم بيدفعوا لنا فلوس قويه جدا. قلت له انت كنت متوقع ان اللي يفوز تحالف مصري؟ قال لي لا، بس انا سعيد ان مصر هي اللي فازت. التحالف قدم بروبوزل قوي جدا فني ومالي. احنا استفدنا من بعض الوفرات اللي موجودة عندنا كشركات مصرية في وجودنا في افريقيا بشكل عام. لقينا كل الدعم من القيادة السياسية، ويمكن فخامة الرئيس اطفى مظلة سياسية للمشروع رغم ان اللي بيقوم بيه شركات خاصة، الا انه كان دايما يقول لنا أجلوا كل الخلافات أو الاختلاف في وجهات النظر ما بين التحالف وما بين الشريك التنزاني إلى بعد الانتهاء من إنشاء وتشغيل السد، وبعد الفترة دي كل الأمور هتسوى بالعدل أو بالعرف هتسوى. بس نفس اللي قاله، وأنا هقول لحضرتك المثل اللي ضربه لي الوزير التنزاني، قال أنت لما بتشيل صينية فيها كوبايات شاي حلوة، كوبايات بتخبط في بعضها تخبيط خفيف بس ما بتتكسرش. قال لي ده شغل، انما ده ملوش دعوه بالعلاقه بين البلدين. صحيح. والانجاز اللي بتعمله مصر. صحيح صحيح. يعني المظله السياسيه اللي وضعها فخامه الرئيس على هذا المشروع خلانا نحي اي، انا مش عايز اسميها خلافات، لا هي مش خلافات، هي اختلاف وجهات نظر وكل عمليه اسناد لمقاولات بيبقى فيها بعض التاخيرات في بعض الجوانب، بعضها بيتحمله المقاول وبعضها بيتحمله العميل، وبيبقى النقاش ان انت متسبب في كام في الميه من ده وانا متسبب في كام في الميه من ده. فخامه الرئيس قال لنا اجلوا كل ده، اعملوا ورقكم وظبطوا دنيتكم، بس ما تدفعوش بهذه النقاشات الى الامام ابدا، خلوها مؤجله لحين ان احنا نثبت على الارض قدرتنا على مساعده الدول الأفريقية الشقيقة في إنجاز أحلامها، وبعد كده كل النقاط الخلافية كل هتتحل من غير شيء. بالضبط. وبعدين أنا هنتقل بحضرتك أيضا إلى المستقبل. تحدثت معهم وسألت الجانب التنزاني عدة مرات، قال لي طالما هذا التحالف اتوجد على أرض تنزانيا إحنا محتاجين لكم ومحتاجين مصر زيادة، رؤية العمق الأفريقي أنت وصلت عندي، طب تعالى ساعدني كمان هنا وتعالى. هل احنا اثبتنا نفسنا بهذا القدر على الساحه الافريقيه؟ وايه الطلبات اللي جايه لكم؟ انا عارف ان هناك طلبات رسميه للحكومه المصريه لاعاده بناء قطاعات كتيره في افريقيا. خليني اقول لحضرتك ان داخل الدوله التنزانيه بنتيجه التجربه الجيده اللي احنا مرينا بيها في مشروعات تانية هم بيتفاوضوا وبيتكلموا فيها معانا، ولكن برضو عشان أبقى صادق في حديثي مع حضراتكم هناك تنافس من بعض الدول للتواجد في أفريقيا.
احنا كل ما ينقصنا فعلا، احنا لا ينقصنا اي شيء في الجانب الفني والتقني على الاطلاق، بالعكس احنا اكثر تقدما، لان حجم المشروعات اللي اتعملت خلال السبع سنوات الماضيه في مصر يعني تعجز كثير من الشركات اللي في حتت كتير. الشركات تعجز كثير من الدول. لا خلينا نتكلم عن الشركات ان هي تكون مرت بيها في هذه الفتره الوجيزه، الا ان المنافسه في جانب احضار التمويل مع العمل دي هي الجزء اللي ينقص شركاتنا. عشان كده احنا مع الاتحادات ومع النقابات ومع الشركات الكبرى بنحاول نقول لهم ان هم يبتدوا يعملوا تحالفات مع بعض مؤسسات التمويل الوطنية عشان يخشوا في المشروعات دي بتمويل كمان، مش بس بالعمل، لا يخش بتمويل، لان ده هيساعدنا اكتر على سرعة الانجاز داخل القارة الافريقية في المشروعات، مش هيخلينا نخش في منافسات كبيرة، هيبقى الموضوع لينا اسهل لان احنا عندنا وفرات اقتصادية افضل. احنا بالاضافة الى العمل في الدولة التنزانية، احنا كان عندنا اول الاسبوع مجلس وزراء الاسكان العرب، كثيرا من الدول العربية الشقيقة الافريقية زي الصومال وزي جيبوتي طلبوا، وزي طبعا اخواننا في السودان طلبوا مننا ان احنا نقوم بزيارات عندهم عشان يبقى في تقييم لبعض المشروعات اللي هم بيشايفين ان هي بتشابه بعض المشروعات الكبرى اللي احنا بننشئها عندنا، عشان يشوفوا ازاي ان احنا بنقدر نساعدهم سواء كان من الجانب الفني في صياغة هذه المشروعات وإعدادها، أو في الجانب التنفيذي من خلال إمدادهم بالشركات والخبرات التنفيذية اللي تولدت عند الشركات عندنا، أو من خلال ما يتوفر إلينا من إنتاج من مواد البناء في كل المجالات. إذن تعود مصر إلى أفريقيا وتعود بقوة شديدة جدا. صحيح. يعني هو توقعاته لسه ما زالت كثيرة أوي، يعني هم بنفسهم بيقول لك أنت طالما جيت لي هنا أرجوك ما تمشيش، خليك بقى انا هطلب منك حاجات تانية. منك حضرتك اتكلمت على التمويل، طبعا هو بيدفع فلوس بس لازم في ناس يخشوا يمولوا الاول. دور البنوك المصرية في تمويل هذا المشروع العملاق لانهم وقفوا في ظهر هذا التحالف. احنا يمكن في البداية واجهتنا بعض المشكلات في عملية المؤسسات البيئية لما اعترضت على المشروع، وكان يجب ان احنا نصدر الضمانة المالية عشان بداية المشروع. طبعا التعميم اللي عممه اليونسكو كان على الشركات والبنوك في على انحاء العالم ان هي ما تشاركش، لان المشروع ده قد يكون له تاثيرات، قد يكون، وبعد كده خلاص ده اصبح الوقت ده هو مساعد البيئه بالظبط. لحين ما اتعملت الدراسه طبعا الحمد لله احنا من خلال البنوك الوطنيه المصريه قمنا بتغطيه الضمانه، ودي كانت المفروض الجانب التنزاني هو اللي يعملها. احنا من خلال البنوك الوطنية اصدرنا خطاب الضمان للمشروع وابتدينا نشتغل. زي ما قلت لحضرتك التوجيه اللي جاينا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا نضع اي عقبات، وحتى يعني يمكن في لو حديثك تطرق مع السادة المسؤولين هنا، احنا كل الاشياء اللي كانت في العقد على الجانب الاثيوبي ان هو يقوم بيها وما عملهاش احنا عملناها، وعلى تكلفتنا عشان كده هو وعلى تكلفتنا وعلى ان يتم في نهاية المشروع نقعد ونشوف انا عملت ايه وانت عملت ايه، بس بعد ما يكون السد بقى حقيقه واقعه على الارض. معالي الوزير انا بشكرك جدا، ومش بس بشكر حضرتك، انا هكلمك كمصري كمواطن عادي. اتفضل. معلش وارجوك برضو رغم انك انت الدكتور والمهندس والاستاذ والوزير، بتشعر بايه وانت في مصر بتبني مدن جديده وانت بتطلع بعمارات وانت بتطلع بكل كميات الاسكان دي وانت داخل مناطق ما كناش بندخلها قبل كده ولا كنا نعرف ان احنا ممكن نعمل كده، ثم ايضا تركب طيارة وتيجي المشروع زي ده، شعورك انت كمواطن مصري، شعورك الشخصي ايه؟ يعني انا خليني هقولك بمنتهى الامانة، الشعور الشخصي هو ان احنا انا بحاول يعني اعمل عمل يرضي ربنا، فاللي احنا بنعمله ده سواء كان طبعا في المقام الاول في مصر، اعتقد ويمكن سيادة الرئيس في افتتاح المنصورة الجديدة حلف بالله ان اللي بيتعمل ده ما حد يقدر يعمله. انا عايز اقول لحضرتك ان فعلا اللي احنا بنعمله والفترات الزمنية اللي احنا شغالين فيها وحجم الانجاز اللي بينجز على الارض لو قسناه بمعدل جهدنا فقط مش هو ده اللي هيطلع. احنا الحمد لله في عون من المولى عز وجل لينا في اللي احنا بنعمله، عشان المواطن المصري يستحق احسن من اللي هو فيه ده بكتير،
واحنا كل ما يحزنني في ظل اللي احنا فيه ان احنا مع كل هذا المجهود الدفعة اللي المفروض تأخذها الدولة والاقتصاد المصري لسه مش هو المطلوب. المواطن مستني مننا كتير، وده بيحط على رقبتنا عبء اكبر في ان احنا نطور اكتر ونحسن اكتر. انما انا عزائي الوحيد ان في كثير من المصريين، وان ما كانش كلهم، تحسن حالهم من حال الى حال. الناس اللي كانت قاعدة في المدابغ، الناس اللي كانت قاعدة في مناطق الخطورة الداهمة، انا شفت الكلام ده بعينيا، اعتقد حياتهم دلوقتي اتغيرت، ومش بس كده، المكان نفسه كمان اتغير وبقى مؤهل ان هو يستقبل ناس تانية تعيش بمستوى تاني، سواء كان اللي راجعين لهذا المكان او الاضافات اللي هتضاف له. اعتقد التحسين ده عوائده وللأسف ماهيش سريعة، ولكن هي على المدى المتوسط والمدى الطويل مش هحس بيها انا وانا في موجود، مش بس انا بتكلمش على ما تقولش ما تشاورش عليا وتقول ولا انت يا محمد ماشي موجود بشكل عام. انما اعتقد اللي جايين بعدنا هيحسوا بقيمة اللي اتعمل وقيمة البنية الأساسية العمرانية الكبيرة اللي بتتم دلوقتي، وازاي ان هي هتكون تمهيد في صعوبات في صعوبات. انما بدون التمهيد اللي بيحصل دلوقتي، لو احنا عندنا نظرة أنانية وشخصية لمجدنا الشخصي ما كناش اشتغلنا المشروعات طويلة المدى، كنا اشتغلنا على الحاجات اللي عوائدها سريعة. انما ده مش عمل لقابل بيه ربنا. اعتقد اللي احنا بنعمله في الفترة دي كدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نعمل اصلاحات هيكلية في هيكل العمران في مصر، لان انا دايما اقول ان العمران هو وعاء التنمية، فانت بتحسن من وعاء التنمية وبتكبره عشان يقدر يبقى قادر على استيعاب اشكال جديدة ويدي فرصة لقاتنيه لحياة افضل. مع الوزير الدكتور المهندس عاصم جزار، انا بشكرك شكرا جزيلا ان انت اختصتنا بهذا اللقاء، بشكرك على هذا المجهود، وباذن الله اقابلك في انجازات اخرى في الفترة القادمة ان شاء الله. خلاص شكرا استاذ شردي، شكرا، اشكرك، اشكرك، شكرا. كل بطولة تقام بوادي الفروسية يتأكد معها مدى ما يتمتع به الوادي من إمكانات كبيرة أضافته له عمليات التطوير التي قامت بها وزارة الداخلية ليصبح مؤهلا وفقا للمعايير الدولية لاستضافة كافة منافسات رياضة الفروسية محليا ودوليا، إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة الفسطاط، والذي أضفى على الوادي سحرا خاصا أثناء المنافسات. استضاف الوادي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الخامسة والسادسة والمبتدئين، وكذا بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الأولى بقسميها والثانية والثالثة والرابعة والمفتوحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. واستمرت كل بطولة 4 أيام، حيث تبارى فيها أكثر من 570 فارسا وفارسة من مختلف الهيئات والأندية على ملاعب الوادي، وسط إشادة كبيرة منهم بدقة التنظيم وجودة الملاعب التي وفرت لهم أجواء تنافسية رائعة. مكان ممتاز، مكان هايل، مكان متكامل، الاراضي اللي فيه على اعلى مستوى، الاوتيل اللي موجود فيه، المطاعم اللي موجود فيه، كل الخدمات اللي موجوده هنا خدمات على اعلى مستوى وحاجات جاهزه وما بتخليش الواحد يطلع من هنا لبره عشان يحتاج اي حاجه، فكلها يعني كل حاجه متوفره هنا، كل حاجه كويسه. المكان الوحيد تقريبا في مصر اللي فيه ارضين البطوله، وكل ارض البطوله ليها ارضين تسخين. البوكسات الخيل الايواء عددها كافي، مساحتها مظبوطه، كل حاجه معموله واضح على اساس علمي. بحب اشكر وزاره الداخليه على النادي، التجهيزات كويسه وكل الاوبشنز فيه مساعده البطولات،
واي هوب يعني ان معظم البطولات تبقى هنا. الملاعب القريبة من بعضها يسرت على الفرسان التحرك ما بين ملاعب الإحماء وتلك التي تشهد منافسات قفز الحواجز، مع وجود مبنى التحكيم على شكل بانورامي يستطيع الحكام من خلاله متابعة كافة الملاعب، إضافة إلى وجود الخيول داخل اسطبلات ذات تجهيزات تقنية ولوجستية كبيرة يرافقها الخدمات الطبية البيطرية. بجد المكان تحفة، ويعني حلوة قوي ان في حاجة باسم مصر معمولة بالنظام الحلو ده. البطولات هنا بتبقى حلوة والارض مريحة وواسعة، والميزة كمان في المكان ان كل مرة بنيجي بنلاقي الحاجة احسن من الاول. بصراحة حاجة هايلة جدا، والتطور اللي حصل في النادي حاجة شيك قوي تواكب الحاجات الاوروبية والنوادي برا مصر. كان مشرف بصراحة، وحاجة واجهة جميلة جدا لبلدنا ان يبقى فيها حاجة بالمستوى ده. المكان حلو قوي والفيو بتاعه حلو عشان باصص على بحيرة كبيرة قوي، مكان جديد ومودرن قوي زي ما بيقولوا. شملت عمليات التنظيم توفير سيارات كهربائية للتنقل بين جنبات الوادي ومدرجات تسهل على الجمهور متابعة كافة الملاعب، فضلا عن وجود مطاعم وفندق للإقامة. إضافة إلى سيارات إسعاف وأطباء من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. من أول ما جينا الجولف كارز بجيبنا لغاية الملاعب، ويعني فالدنيا مريحة جدا الحمد لله، وبتساعد إن الواحد يعرف يركز أكتر والولاد مركزين ومبسوطين. اتفاجئنا لما جينا إن الحمد لله المكان حلو جدا، منظم جدا، نظيف جدا. طبعا نحب نشكر وزارة الداخلية جدا على المجهود الرهيب اللي هم عاملينه ده. وتمتد المنافسات ليلا، لذا فإن الملاعب مجهزة بشبكة إضاءة عالية الجودة موزعة بطريقة تقنية على كافة الملاعب وفقا للمعايير الدولية. كان مؤهل قوي ان هو يستضيف بطولات عالميه، لان هو مجهز من كل حاجه، الاضاءه والارض جاهزه كويس قوي. انا احب اشكر وزاره الداخليه على اولا على ترحيبهم بينا، وثانيا على حسن الضيافه، وثالثا على المكان الرائع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. احنا لما بنيجي هنا بنبقى مفتخرين جدا بان احنا بنلعب في المكان، الاراضي، تجهيزات، لا يعني بصراحه يعني حاجه مجهود جبار يعني لازم احب اشكرهم عليه. مكان حلو جدا، احسن مكان لعبت فيه فرسيه. هو مكان واسع ومريح جدا، والخيل مستريحه جدا فيه. طبعا بشكر وزاره الداخليه على المكان الجميل ده. منظر كويس جدا تظهر بيه مصر قدام العالم كله، اللي هي عندها ارض فرسيه مجهزه بالتجهيزات الجميله دي. والحمد لله كل بطوله بنيجي في تطور عن البطوله اللي قبلها، حاجه تشرف، مطابق لاي حاجه دوليه. وادي الفرسيه رجع روح رياضه الفرسيه في مصر.